السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم على نوع جديد من انواع الاشعه اللي بتستخدم في تشخيص مشاكل وامراض العمود الفقري، وهي الاشعه المقطعيه على الفقرات القطنيه. الاشعه المقطعيه الحقيقه زي ما اتكلمنا في الاشعه العاديه كده، من مميزاتها الكبيره جدا ان هي بتبين العظام بشكل واضح جدا، بس بنفس الطريقه زي ما قلنا في الاشعه العاديه ما بتبينش الغضاريف بشكل قوي. بتبين الغضاريف احسن من الاشعه العاديه، لكن طبعا مش زي الرنين المغناطيسي، ويفضل الرنين المغناطيسي هو الاشعه رقم واحد في تشخيص الانزلاق الغضروفي القطني. لكن زمان قبل ما كان اصلا موجود الرنين المغناطيسي كان بيعتمد على الاشعه العاديه او الاشعه المقطعيه في تشخيص الانزلاق الغضروفي القطني. فالاشعه المقطعيه فيها ميزه اساسيه، هي انها بتبين العظام بشكل كويس جدا، بتبين الغضاريف لكن مش بشكل قوي، وبتبين شرخ العظام بشكل افضل كمان من اللي اتكلمنا عليه في الاشعه العاديه. فلو انا عملت اشعه عاديه، سواء اشعه عاديه امامي خلفي او جانبي او متحركه، ولقيت نفسي شاكك في موضوع شرخ الفقرات، فساعتها ممكن اتاكد باشعه مقطعيه. لكن طبعا في عيب اساسي في الاشعه المقطعيه، ان هي جرعه الاشعه فيها اعلى بكتير من الاشعه العاديه. الاثنين فيهم جرعه اشعاع، لكن الاشعه العاديه فيها جرعه اشعاع اقل بكتير من الاشعه المقطعيه. من الاحوال الثانيه اللي ممكن الدكتور يطلب منك فيها ان انت تعمل اشعه مقطعيه هي موضوع الحوادث واصابات العمود الفقري. زي ما اتكلمنا كده، الدكتور لو شك ان في كسر في الفقرات فهيحتاج يعمل اشعه بسرعه. الاشعه دي ممكن تشمل اشعه مقطعيه وكمان اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات. ونفس الكلام في موضوع اورام والتهابات العمود الفقري، في بعض الاحوال بنحتاج برضو بالذات لو هنعمل عمليه ان احنا نعمل مع اشعه الرنين اشعه مقطعيه على الفقرات القطنيه. تابعوني في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هتكلم فيه على الرنين المغناطيسي على الفقرات القطنيه. انا معاكم دكتور محمود شعيب، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري والاسطره المخيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.